18 ظهرا بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت غرينتش. بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم عبر شاشة النيل، والبداية بالعناوين. مجلس الوزراء يبحث توقيتات حظر الحركة في رمضان والإعلان عنها خلال ساعات. الصين تعلن تقديم 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا بعد تعليق التمويل الأمريكي. أطباء باكستانيون يطالبون الحكومة بحظر صلوات الجماعة خلال رمضان، محذرين مما وصفوه بنتائج قاتلة لتفشي فيروس كورونا. إلى تفاصيل الأنباء. يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم عبر الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإجراءات وتحديد التوقيتات التي سيتم تطبيقها، والخاصة بحظر تحرك المواطنين والمركبات على الطرق ومواعيد عمل المحال والمراكز التجارية خلال شهر رمضان المعظم. يناقش المجلس تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد. كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وصرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من مقر مجلس الوزراء مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، أرحب بك، ويعني هل خرجت أي تصريحات بخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بحظر حركة المواطنين وأيضا فيما يتعلق بالمحال التجارية والتي تناقش في اجتماع مجلس وزراء اليوم؟ تحياتي لك زميلتي من مقر مجلس الوزراء وللسادة المشاهدين. بالفعل عقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. بالتأكيد هناك العديد من الملفات على طاولة اجتماع المجلس، ولكن الملف الخاص أيضا يعني الإجراءات الاحترازية التي سوف يتم اتخاذها خلال شهر رمضان المعظم إن شاء الله، وأيضا يعني القرارات التي سوف تتعلق بالحظر ما زالت مطروحة اليوم على طاولة اجتماع مجلس الوزراء، حسب ما أكد لنا السيد رئيس الوزراء بالأمس خلال اجتماعه مع اللجنة العليا المشكلة والخاصة ب يعني تداعيات فيروس كورونا، مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد رئيس الوزراء بأنه يعني اليوم سوف يتم عرض الإجراءات الجديدة التي سوف تتم في خلال شهر رمضان المعظم على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وسوف يتم الإعلان عنها عقب إنهاء الاجتماع الذي ما زال منعقدا حتى الآن. ولكن هناك ايضا ننوه يعني الى ان العديد من الاجتماعات الاخرى التي تتم بمجلس الوزراء ايضا، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ايضا اجتماعا مع اللجنه العليا المشكله والخاصه بصرف المستحقات وبصرف المنحه الرئاسيه للعماله غير المنتظمه والتي العماله الغير منتظمه والمتضرره من تداعيات فيروس كورونا، حيث اكد الاجتماع على انه سوف يتم صرف المنحه للمرحله الثانيه بدايه من يوم 26 من الشهر الحالي حتى يوم 10 مايو الشهر المقبل إن شاء الله للمرحلة الثانية، ويمكن للمتخلفين من المرحلة الأولى أن يتم صرف المنحة لهم أيضا في خلال هذه المدة المخصصة للمرحلة الثانية. نؤكد أيضا أن صرف هذه المنحة سوف يكون من خلال مكاتب البريد المختلفة التي الموجودة على في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة أيضا إلى فروع البنك الزراعي المصري أيضا الموجودة على في مختلف المحافظات المختلفة أيضا، بالإضافة إلى أنه المواعيد التي سوف يتم الصرف خلالها سوف تكون خلال شهر رمضان بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا. أما فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي سوف يتم الإعلان عنها التي والمخصصة يعني مع بداية شهر رمضان المقبل، سوف يتم الإعلان عنها خلال هذا اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ما زال منعقدا حتى الآن، وسوف نوفيكم بها إن شاء الله خلال هذا اليوم.
شكرا جزيلا من مقر مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن مراسل النيل. قررت اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارا من 26 من إبريل الجاري وحتى 10 من مايو المقبل من الساعة 9 صباحا وحتى 4 من بعد الظهر بكل مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى. وسوف تتبع الإجراءات نفسها التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى. ضاعفت شركة قطاع الأعمال إنتاجها من المطهرات والكحول الإيثيلي 70% لتوفر للمواطنين بأسعار مناسبة. يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها تلك الشركات للحفاظ على صحة العاملين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، ما هي أبرز الإجراءات المتخذة من شركات قطاع الأعمال للحفاظ على صحة العاملين فيها وأيضا دورها في توفير المنتجات المختلفة من مطهرات للمواطنين؟ بالفعل ليلى، يعني استمرار للتغطية التي بدأت منذ الصباح الباكر هنا داخل شركات قطاع الأعمال الخاصة بتوفير المطهرات ويعني الكحول الإيثيلي بتركيز 70%. نحن الآن متواجدون في أحد المخازن التابعة لتلك الشركة، يعني هذا المخزن يظهر في الخلفية كميات كبيرة هنا من هذا المخزون، يعني تلك أو هذا المخزون يكفي لشهور قادمة لعمليات الإنتاج التي سوف تقوم بها الشركة وتوزيعها للتجار أو الشركات الكبرى تمهيدا لطرحها في الأسواق من خلال الصيدليات. يعني هناك أيضا يعني تقوم هذه الشركة بإنتاج الكحول الإيثيلي بنحو 95,000 عبوة ونحو 4 أطنان من المطهرات يوميا. للحديث أكثر حول المخزون الاستراتيجي في تلك الشركات والمنتجات التي يتم طرحها في الأسواق لمساندة القطاع الخاص بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، معي على الهواء مباشرة الأستاذة شيرين عباس وهي أو الدكتورة شيرين عباس وهي المدير الفني أو مدير الشؤون الفنية في إحدى شركات قطاع الأعمال. دكتورة شيرين برحب بحضرتك وعايز أعرف إيه هي، هل حجم الخامات المتوفر لديكم في الشركة استعدادا لتصنيع تلك الخامات ويعني طرحها في الأسواق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في شركة النيل بعد ما حصلت الأزمة بتاعت الكوفيد-19 قدرنا نوفر أرصدة كبيرة من الخامات لمستحضرات داخلة اوريدي في بروتوكول العلاج من منظمة الصحة العالمية. يعني احنا زي ما انت شايف كده في الباك جراوند عندنا كمية كبيرة من الباراسيتامول وعندنا كمية كبيرة من الأوسيلتاميفير اللي داخل برضو في أحد المستحضرات في بروتوكول العلاج. قدرنا نوفر كميات كبيرة من الكحول عشان نحضر الألكحول 70% والهاند جيل المستخدمين في التطهير. كمان عندنا كمية من الخام المستخدمة في مضاد الحيوي الموجود في بروتوكول العلاج اللي هو الأزيثروميسين. فالحمد لله احنا مغطيين كمية من الخامات تكفي الاحتياج الاستراتيجي للمريض المصري، ودي حاجة بتطمئن المريض المصري. احنا ان شاء الله هنبقى على أهبة الاستعداد في ان احنا نوفر كل الخامات اللازمة للأدوية دي. طيب المنتج بتاعكم بيروح للقطاع الخاص ولا هل هو بيروح لتعاقدات وزارة الصحة؟ لا، احنا عاملين مخزون استراتيجي لوزارة الصحة، بنوفر جزء برضو للقطاع الخاص وللصيدليات، لكن المخزون الاستراتيجي الأساسي هو لوزارة الصحة. طيب بنسبة كم يا فندم لوزارة الصحة وبنسبة كم القطاع الخاص؟ الجزء بتاع وزارة الصحة ده بيبقى بناء على طلب الوزارة، هي اللي بتحدده مش احنا اللي بنحدده، لكن الجزء اللي طالع للسوق يعني اللي هو السوق الخاص يعني بيبقى بنسبة 50% تقريبا. طيب عايز اعرف الاجراءات الاحترازيه المستمره في الشركه ايضا هنا مع تاكيد السيد الرئيس على دوره استمرار العمل ودوران عجله الانتاج بالتوازي مع الاجراءات الاحترازيه. احنا بمجرد ما حصلت الازمه بتاعت الكوفيد-19 شكلنا لجنه الازمات اللي اخذت كتير من الاجراءات الاحترازيه، اللي كان على اولها ان احنا اشترينا اجهزه قياس الحراره عن بعد وبدانا نقيس الحراره بصفه مستمره لكل العاملين في الشركه. قللنا عدد العماله بناء على قرار مجلس الوزراء، وعلى الرغم ان احنا ما
مقللين عدد العمالة، إلا أن احنا شغالين بالفول كاباستي. قدرنا الشهر الماضي ننتج حوالي 110 من الخطة الإنتاجية بتاعتنا. دايما بنحافظ على السوشيال ديستانسز ما بين الموظفين، على طول عاملين لهم توعيات وحاطين لهم شاشات بتوعي على موضوع الفيروس، والحمد لله يعني واخدين كل الإجراءات الاحترازية الحمد لله. تمام يا فندم، بشكر حضرتك يا دكتورة شيرين. أيضا معي مدير المخازن، أتعرف بس بحضرتك الأول. المهندس حسن خضر، مدير عام المخازن شركة النيل الأدوية. طيب عايز اعرف من حضرتك الكميات اللي احنا شايفينها ورانا، كميات كبيره جدا استعدادا ليتم تصنيعها وطرحها سواء في تعاقدات وزاره الصحه او القطاع الخاص. كلمنا على الكميات الموجوده فيما يتعلق بالمواد الخام التي يتم تحويلها وتصنيعها الى ادويه. والله احنا هو في المعتاد دايما تبقى الارصده في حدود 3 شهور تقريبا، ولكن اول ما حصلت الازمه كان في تعليمات من رئيس مجلس الاداره ان احنا نوفر الماده الخام لمدة عام تقريبا، واحنا عندنا فعلا رصيد استراتيجي من المادة الخام لمعظم الأدوية، وخصوصا اللي هي داخلة في اللي هي داخلة بروتوكول لمدة سنة تقريبا. تمام. وموفرينها، يعني عندنا باراسيتامول ده مثلا اكتر من 50 طن. ده مادة خام يا فندم، انا عايز اكد على ان الباراسيتامول ده مادة خام. ده مادة خام يا فندم، وهو اساسي لانه هو خفض للحراره وكده، وهو اساسي في البروتوكول بتاع. وبالنسبه لتعليمات السيد الرئيس ان احنا عجله الانتاج تمشي مع الاخذ الخطوات الاحترازيه حفاظا على صحه العاملين في الشركه، احنا خدنا الموضوع عملناه بالتناوب بيننا وبين بعض بحيث ما يحصلش تكدس في الاماكن في اماكن الشغل، ومشينا عجله الانتاج، لان احنا شغلتنا الاساسيه ان انا دايما المخازن ديت هي روح الشركه، هي اللي بتستقبل الماده الخام من المورد وهي اللي بتمد الانتاج، فكان لازم الانتاج ده شغال، واحنا عندنا انتاج تقريبا شغال 24 ساعه علشان توزيع العماله، او بدل ما نشتغل مثلا في 8 ساعات لا اشتغلنا بحيث وزعنا الناس بحيث ما يحصلش تكدس لا في المصانع ولا في المخازن عندنا. تمام، بشكر حضرتك جدا يا فندم. يعني ليلى، زي ما احنا شايفين هذه الكميات الكبيره من المواد الخام التي كانت في الامور الطبيعيه كانت تكفي لمده 3 اشهر، الان يعني تلك الكميات الكبيره تم طرحها لتكفي لمده عام كامل، وذلك بعد يعني التوجيهات التي جاءت من وزاره قطاع الاعمال ومن الحكومه لشركات القطاع العام باعتبارها هي السند للحكومه ووزاره الصحه في توفير بعض المستلزمات الطبيه والمطهرات والكحول. نعم. باعتبار ان شركات القطاع العام يعني لها دور كبير ودور هام منذ يعني ستينيات القرن الماضي. اشرف مبارك مراسل انيل، شكرا جزيلا لك. في اطار الاجراءات الاحترازيه التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا، تواصل المعامل المركزيه عمل تحاليل البي سي ار لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، وذلك في اقل من 6 ساعات من المعامل المركزيه بوزاره الصحه. وللمزيد من المتابعه ينضم الينا الزميل محمد حلمي من وزاره الصحه من احد المعامل. محمد، اليك وابرز التسهيلات التي تقدم الان من المعامل للحصول على أو عمل تحليل البي سي آر. بالفعل ليلى، احدثك الان من المعامل المركزيه بوزاره الصحه، هذه هي المعامل المرجعيه اضافه الى 27 معمل اقليمي تم توفيرها بمحافظات مصر كافه. اؤكد ليلى ان هناك اجراءات احترازيه غير عاديه تتم هنا من الجيش الابيض للمتعاملين مع العينات لتحليل البي سي ار لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. اؤكد لك ان هناك تطبيق لمعايير الجوده في استخراج نتائج العينات والتي مطابقه للمعايير العالميه. معي الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة. دكتورة نانسي، طمنينا عن الكواشف، توفيرها، قوائم الانتظار، تطبيق معايير الجودة، الإجراءات الاحترازية اللي بتتخذ من قبل المتعاملين مع العينات. أول حاجة زي ما حضرتك قلت، فعلا هم 27 فرع غير المعامل المركزية، هم مش بس 27 فرع، هم ساعاتهم كمان في الفترة الجاية هتزيد. المعايير الجودة، هو أولا المعمل الفيرولوجي الفيروسات عندنا هو المعمل المرجعي المعتمد في جمهورية مصر العربية. حضرتك على يعني حتى الكواشف مختارينها على أعلى المعايير اللي مطلوبة. المساحات عندنا متوفرة بكميات كبيرة، الكواشف متوفرة بكميات كبيرة، مش بس في المعامل المركزية، في معامل المحافظات كلها. وزي ما بقول لحضرتك، احنا بنكبر الساعة بتاعة المعامل، ال 27 معمل دول بنكبر الساعة بتاعتهم. لما بنعمل الإحصائيات ونلاقي في مستشفى عزل فتحت، في عدد زادت، بنكبر المعامل. حضرتك هنا الفريق المكون من أطباء وصيادلة وكيميائيين وفنيين والطاقم الإداري كله. طبعا حضرتك احنا شغالين على مدار الساعة،
24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ما فيش أجازات، ما فيش نوم حتى في أي وقت، في أي يجيلنا في أي وقت على طول نطلع، ما فيش قوائم انتظار خالص. إحنا تيجي النتائج العينات المساحات بتيجي بنحللها على طول، النتائج تطلع بنبعتها الغرفة المركزية في وزارة الصحة وعلى طول يتخذوا الإجراءات، الإيجابي على طول يعزلوه، المخالطين بيبتدوا يشوفوه عندهم أعراض، لو عندهم أعراض يبتدوا ياخدوا لهم مساحات، لو ما فيش أعراض بيبقى عزل منزلي لمدة 14 يوم وبيتابعوهم، الطب الوقائي بيتابعهم بيسألهم على درجة الحرارة، أي أعراض ظهرت عليهم، لو ظهر عليهم أي أعراض على طول بيتعمل لهم مساحات عشان نتابعهم. دكتورة نانسي كلمني عن الطاقة الاستيعابية بالنسبة لاستخراج العينات يوميا هنا وفي المعامل. حضرتك احنا هنا بتتراوح من 1000 ل 1200 في معاملنا الباقية على مستوى المحافظات، ممكن توصل لألف كمان. طبعا في فترة كانت لما السعودية كانت عايزة أو الدول الخليج كلها كانت عايزة شهادة كنا بنوصل أبتو 4000 حالة في اليوم بنشتغلهم، إحنا حاليا في حدود 2000 حالة على مستوى مصر كلها. الإجراءات الاحترازية للمتعاملين مع العينات في الاكتشاف لفيروس أنا عايزة أقول لحضرتك على أعلى مستوى، بدليل إن إحنا الحمد لله رب العالمين لغاية النهاردة ما كانش عندنا غير إصابة واحدة، وإصابة حتى في معمل المية ما كانتش في المعمل الفيروسات نتيجة اختلاط خارجي مش في المعامل. فريق مكافحة الجو عدوا عندنا على أعلى مستوى، متابعنا على طول بالماسكات مثلا معمل الفيروسات، اللبس اللي بيلبسوه، الجوجلز اللي بتتلبس بتتغير على طول. بجد فريق يعني هو عامل مجهود كبير جدا عشان ان شاء الله يفضل ما فيش اصابات في المعامل المركزي. الفتره الزمنيه لاستخراج العينات بعد وصولها هو حضرتك بتبقى 5 ساعات 6 ساعات بتخرج على طول النتائج، ما بيبقاش فيه تاخير وما فيش قوائم انتظار خالص يا فندم خالص. اذا ده نؤكد لك ليلى ان العمل هنا في المعامل المركزيه وفي 27 معمل محافظات مصر كافه بيتم على مدار الساعه وسط اجراءات احترازيه وكذلك تطبيق معايير الجوده، فتحيه لجنود الجيش الابيض الموجودين في هذه المعامل لما يقدموه من جهود مضنيه للاكتشاف بشكل فوري للعينات خاصه الحالات الايجابيه ليتم التعامل معها في المستشفيات الاحاله ووضع بروتوكولات العلاج لها لمواجهه هذا المرض. معك ليلى. شكرا جزيلا لك محمد حلمي مراسل أنيل. سجل السودان 162 إصابة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، وتنتظر الحكومة السودانية معركة شاقة ضد الفيروس لقلة أجهزة التنفس الصناعي والمساعدات الدولية. معركة شاقة تنتظر الحكومة السودانية ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة مع توفر بضع مئات من أجهزة التنفس الصناعية ومساعدات دولية تسير بخطوات بطيئة. وفي الوقت الذي لا يزال فيه عدد الإصابات قليل في السودان، يقول الأطباء إنهم قادرون على التعامل مع الوضع الراهن، لكن تسكنهم المخاوف من أن يعجز نظام الرعاية الصحية الذي يئن تحت وطأة نقص التمويل وضيق ذات اليد على مدار عقود عن تحمل المهمة الشاقة إذا قفزت الأرقام باتجاه تصاعدي. نظام صحي منهار تماما، أتمنى أن لا نصل لمرحلة أن نفتح اضطر إلى فتح ميادين وقاعات كبرى ومعسكرات ضخمة للأشخاص كما فعلت الدول الكثيرة حين كثرت الإصابات في مواطنيها، ولكن قد نصل إلى تلك الدرجة أيضا. الحكومة من جهتها ضاعفت ميزانية الصحة بنسبة 200%، لكن توم قال إن الحاجة للمساعدات لا تزال قائمة، موضحا أن بلاده تحتاج إلى 120 مليون دولار لمكافحة الفيروس و150 مليون دولار لتغطية الأدوية حتى يونيو القادم. ويشكل ذلك تحديا إضافيا للحكومة الانتقالية التي تجتهد بالفعل لتحقيق توازن بين الإصلاحات وطموحات السودانيين البالغ عددهم 40 مليون نسمة، ويرغبون في التغيير بعد الإطاحة بعمر البشير الذي حكم البلاد لزمن طويل. نحن ورثنا نظام صحي منهار تماما من النظام السابق، وبالتالي أي قدرة على صد الفيروس بتاع كورونا ده هتبقى مشكلة كبيرة، لأنه البنية التحتية تعبانة، الكادر الصحي يعاني من إشكالات كثيرة. وعلى الرغم من أن المصابين الفعليين لا يميلون لإجراء الفحوص الطبية إلا بعدما يشعرون بتوعك حقيقي، خاصة مع محدودية الموارد لإجراء اختبارات على نطاق أوسع، إلا أن هناك توقعات تشير إلى أن المجتمع الشاب نسبيا قد يجعل وطأة الوباء في السودان أخف من البلدان الأخرى.
بعد تعليق الولايات المتحدة مساهمتها في تمويل أنشطة منظمة الصحة العالمية، قررت الصين زيادة مخصصاتها المقدمة للمنظمة بثلاثين مليون دولار لاستخدامها في الوقاية من وباء كورونا ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية. واعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن دعوة أستراليا لإجراء تحقيق مستقل بشأن تفشي جائحة فيروس كورونا مناورة سياسية. كما أكدت الخارجية الصينية عدم وجود أسواق في البلاد لبيع لحوم الحيوانات البرية ردا على دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بكين إلى إغلاق مثل هذه الأسواق. أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل استعداد بلادها للمساهمة في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الدول الإفريقية لتخطي الأزمة. فيما يخص الحكومة الألمانية، فإن التعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا يحظى بأهمية قصوى. نحن بصدد التوصل إلى اتفاقيات مع شركائنا الأوروبيين ومجموعة السبع ومجموعة العشرين، كما قررنا تعليق فوائد وأقساط الديون ل 77 دولة فقيرة بالعالم لرفع بعض الضغوط على تلك الدول. لكن ذلك الدعم وحده لن يكفي، ولطالما كان التعاون مع الدول الإفريقية من اهتمامات الحكومة الألمانية، وعلينا تعزيز ذلك التعاون خلال أزمة فيروس كورونا. تدرس أدانوم من أن التخلص من وباء كوفيد 19 في العالم لا يزال بحاجة لوقت طويل. We have a long way to go. This virus will be with us for a long time. أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيصاحبنا لفترة طويلة. يبدو أن تفشي الوباء في معظم دول غرب أوروبا يتجه نحو الاستقرار أو الانحدار، لكن نلاحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا. العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين للإصابة بفيروس كورونا. خروج دول عدة من حالة الإغلاق بعد تباطؤ تفشي فيروس كورونا على أراضيها دفع منظمة الصحة العالمية من التحذير من أن التخلص من الفيروس لا يزال بحاجة لوقت طويل، لا سيما وأن غالبية الدول في المرحلة الأولى من التصدي له. مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد أن الخطر الأكبر الذي تواجهه دول العالم اليوم هو التهاون أمام الوباء العالمي. وتبقى الولايات المتحدة التي رصدت أولى الوفيات المرتبطة بالوباء على أراضيها في فبراير الماضي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات في العالم، تواجه ضغوط لعودة فتح الاقتصاد. أما أوروبا فهي المنطقة التي تسجل أكبر عدد وفيات، بدأت هي الأخرى في رفع القيود لعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا. ويأتي تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت توجه فيه الولايات المتحدة انتقادات لاذعة لمنظمة الصحة العالمية متهمة إياها بسوء إدارة أزمة الوباء. وتقول واشنطن إن المنظمة الدولية تأخرت في التحذير من الفيروس خشية إزعاج الصين. من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جائحة كوفيد 19 التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، وصفها بأنها أكبر اختبار يواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية. The biggest test the world has faced since the Second World War. We must work together to save lives, ease suffering, and lessening the shattering economic and social consequences. The impact of the coronavirus is both immediate and dreadful. وفي رسالته بمناسبة يوم الأرض العالمي، قال غوتيريش إن كوكب الأرض يواجه خطرا آخر لا يقل خطورة عن فيروس كورونا، وهو الأزمة البيئية، واقترح 6 إجراءات لتعافي كوكب الأرض من التغير المناخي. First, as we spent huge amounts of money to recover from coronavirus, we must deliver new jobs and businesses through a clean, green transition. Second, where taxpayers' money is used to rescue businesses, it needs to be tied to achieving green jobs and sustainable growth. Third, fiscal firepower must drive a shift from the gray to the green economy and make societies and people more resilient. Fourth,
Public funds should be used to invest in the future, not the past, and flow to sustainable sectors and projects that help the environment and the climate. Fossil fuel subsidies must end, and polluters must start paying for their pollution. Fifth, climate risks and opportunities must be incorporated into the financial system, as well as all aspects of public policy making and infrastructure. Six, we need to work together as an international community. These six principles constitute an important guide to recovering better together. طلب مجموعة من الأطباء في باكستان الحكومة باتخاذ قرار بمنع صلوات الجماعة التي يزيد عدد المصلين فيها عن 5 أشخاص خلال شهر رمضان، محذرين مما وصفوه بنتائج قاتلة جراء تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد. في بلد لم تتمكن فيه السلطات من حظر صلوات الجماعة بالمساجد خلال شهر رمضان على الرغم من انتشار فيروس كورونا بها، بدأت مؤشرات الضحايا والإصابة بالوباء لديها تتأهب لتسجيل أرقام قياسية خلال الشهر الكريم. هنا في باكستان وجهت مجموعة من الأطباء رسالة تحذير مشددة إلى الحكومة بوقف إقامة صلوات الجماعة في المساجد خلال رمضان تجنبا لما لا يحمد عقباه. رئيس الوزراء الباكستاني قال إن أي مسجد لن يلتزم بتعليمات الإجراءات الوقائية سيتم إغلاقه. سيدي رئيس الحكومة، سيكون الوقت متأخرا جدا إذا حدث ذلك، فإذا تم إغلاق المسجد بعد أسبوع أو 10 أيام سيدخل الكثير من المصابين المستشفيات يبحثون عن أسرة لتلقي العلاج عليها، وبالطبع سيعاني عدة مستشفيات من نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي. ولكن في الهيئة الطبية الباكستانية ذاتها آراء قبلت على مضض بإقامة الصلوات في المساجد مع مراعاة وجود مسافات مناسبة بين المصلين. لقد اقترحنا الحفاظ على وجود مسافات بين الناس في كل مكان يتجمعون فيه مثل المساجد. إذا بلغ مصاب فيروس كورونا مرحلة صحية خطيرة لن تستطيع الأجهزة الطبية خدمة هؤلاء المرضى في المستشفيات. إننا نواجه نقصا في الأطباء وأجهزة التنفس الصناعي وحجم الاختبارات الطبية. الحكومة الباكستانية ترد على انتقادات الأطباء متسائلة، هل نمنع الناس بالقوة من الذهاب إلى المساجد؟ وإن ذهبوا هل ستعتقل الشرطة المصلين وتودعهم السجون؟ أيا كانت الإجابة يجب على الجميع في باكستان أن يواجه تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في البلاد مع إصابة أكثر من 10,000 شخص لديها بالفيروس ووفاة أكثر من 200 آخرين. أوقعت جائحة فيروس كورونا أكثر من 184 ألف وفاة في العالم، نحو ثلثيها في أوروبا منذ أول ظهور الوباء في الصين في ديسمبر الماضي. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 47 ألف وفاة، تليها إيطاليا بعدد يتجاوز 25 ألف، ثم إسبانيا التي سجلت نحو 22 ألف وفاة، وبعدها فرنسا بعدد وفيات يتخطى 21 ألف، وتأتي بريطانيا خلفهم بأكثر من 18 ألف وفاة. أكثر من 180 ألف حالة وفاة حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، ولا يزال الرقم في ازدياد. ما يقرب من ثلثي تلك الوفيات كان في القارة الأوروبية التي يجتمع قادتها الخميس للبحث عن حلول لإخراج الاتحاد الأوروبي من الركود الناجم عن تفشي وباء كورونا، في ظل مطالب دول الجنوب التي تضررت بشدة من الوباء مثل إسبانيا وإيطاليا بالمزيد من التضامن المالي من جيرانها في الشمال. وعلى صعيد الأرقام، سجلت إيطاليا التي شهدت أكبر نسبة وفيات في أوروبا الأربعاء 437 وفاة جديدة بكورونا، ليتجاوز إجمالي الوفيات بها 25 ألفا، بينما وصل إجمالي عدد المصابين إلى نحو 179 ألف إصابة. يأتي ذلك في وقت تستكمل فيه الحكومة الإيطالية استعداداتها لتفعيل المرحلة الثانية من التصدي، والتي تشمل تخفيف تدابير العزل السارية المفعول منذ 9 مارس الماضي. أما إسبانيا التي تشهد أكبر عدد من الإصابات في أوروبا، فقد اقترب عدد المصابين بها من 200 ألف إصابة بعد تسجيل أكثر من 4,000 إصابة جديدة، بينما تجاوز عدد الوفيات 21 ألفا في أعقاب تسجيل ما يقرب من 1,200 وفاة جديدة الأربعاء. وذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن تخفيف إجراءات العزل سيكون بطيئا وتدريجيا، لأنه يجب أن يكون آمنا. وفي فرنسا سجلت البلاد 395 وفاة جديدة، ليقترب إجمالي الوفيات من 20 ألف وفاة،
بينما تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة، حيث تم تسجيل أكثر من 1100 إصابة جديدة. وفي روسيا التي تحتل المرتبة 11 من حيث عدد الإصابات عالمياً، فقد أكدت الحكومة بها أن انتشار الوباء تحت سيطرة مقارنة بالوضع في أمريكا وأوروبا، حيث سجلت البلاد أكثر من 42 ألف إصابة بالفيروس، من بينها 6000 في الساعات 24 الأخيرة. في هذه الأثناء تواصل عدد من ولايات الجنوب والغرب الأوسط الأمريكية الإعلان عن خطط تخفيف القيود المفروضة على تحركات قاطنيها، في حين حذر حكام ولايات أخرى مثل نيويورك وكاليفورنيا من خطورة تلك الخطوات. على الرغم من تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن العديد من حكام الولايات يسعون إلى إعادة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بسبب الضغوط السياسية. ولاية ميتشيغان التي واجهت حاكمتها انتقادات بسبب سياساتها الصارمة لإبقاء الناس في المنازل، ستعلن المزيد من التفاصيل بخصوص إعادة فتح اقتصاد الولاية المقرر الجمعة. وقال مسؤول ولاية أوهايو إنهم سيكشفون عاجلا عن خططهم، وكذلك قال حكام ولاية الغرب الأوسط إنهم يعملون معا لوضع خطة لإنهاء القيود. وفي تكساس أعلن حاكم الولاية أنه سيعلن بالتفصيل الأسبوع القادم عن الاستعدادات لإعادة فتح أكبر عدد ممكن من الشركات في الأسبوع الأول من مايو. أما ولاية كاليفورنيا أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، فقد أبقت على أوامر صارمة بالبقاء في المنزل وإغلاق الشركات. كنت أتمنى تحديد تاريخ يمكننا فيه العودة إلى حياتنا الطبيعية. حاولنا أن نجعل الأمر واضحا أنه لا يوجد تاريخ محدد أو آلية بعينها يمكننا فيه توضيح التوقيت الذي تطالبون به وتستحقونه جميعا. من جهته حذر حاكم ولاية نيويورك من احتمال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء في حال ما تم تخفيف القيود بشكل غير مسؤول. كانت ولايتا جورجيا وساوث كارولينا وعدة ولايات أخرى في الجنوب قد بدأت بالفعل في إعادة فتح اقتصاداتها، وتواجه انتقادات من بعض خبراء الصحة الذين يحذرون من أن الإقدام على ذلك بسرعة قد يؤدي إلى زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. متواصلون معكم في بانوراما النيل، ونتابع بعد الفاصل. فيروس كورونا يهدد عشرات الملايين بالمجاعة في قارة إفريقيا. هذا الجائحة لا تفرق بين أحد، من ثم فإن اللاجئين أحد هذه الأعضاء المتأثرة من المجتمع. قد كان لدينا خبرة في التعامل مع كثير من الأمراض مثل سارس وإيبولا، أدركنا أن العالم ليس مستعد لمثل هذا الوباء. أن نعمل بشكل متناسق لمواجهة هذا الفيروس. عجلة الإنتاج تدور مع اتخاذ تدابير، ولا التوازن ده يمشي ازاي؟ كاقتصاديين بنتبع الإرشادات الصحية دي تيجي في المقام الأول. ولله الحمد النظام الصحي في مصر يتسم بالقوة والرسوخ. نتحول معكم الآن لمتابعة أبرز الأنباء الاقتصادية في بانوراما النيل، وزميلة فاتن عبد المعبود إليك فاتن. شكرا ليلى. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، ونشرتنا الاقتصادية وأهم ما فيها. البورصة المصرية تسجل ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها وتحقق مكاسب رأسمالية بنحو 9 مليارات جنيه خلال التعاملات. أهلا
اهلا بكم من جديد. ارتفع اداء مؤشرات البورصه المصريه خلال تعاملات جلسه اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع مدفوعه بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع. وصعد راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيده بالبورصه بنحو 9 مليارات جنيه ليسجل مستوى 553.1 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 329 مليون جنيه. ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 3.2%. أعلن رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتريبي موافقة البنك المركزي المصري على زيادة حدود السحب للأفراد اعتبارا من شهر رمضان المقبل من ماكينات الصرف الآلي من 5000 جنيه يوميا إلى 20000 جنيه يوميا. وقال الإتريبي إنه تم أيضا الاتفاق مع البنك المركزي على زيادة الحد الأقصى للسحب من الفروع من 10000 جنيه يوميا إلى 50000 جنيه يوميا. قالت وزارة الزراعة المغربية إنه يتوقع أن تنتج البلاد 3 ملايين طن من الحبوب في 2020 بانخفاض قدره 42% عن الموسم الماضي بسبب تساقط ضعيف وغير منتظم للأمطار. وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يهبط مجمل الإنتاج الزراعي بنسبة 5% إلى 10.5 مليار دولار. وتمثل الزراعة ومصائد الأسماك حوالي 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويوظف القطاعان نحو 35% من قوة العمل في البلاد. قال وزير النفط الكويتي إن بلاده بدأت خفض إمدادات النفط للسوق العالمية بدون انتظار سريان اتفاق توصلت إليه دول مصدرة للخام، ومن المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق في أول مايو. وعلى صعيد التداولات ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 15% إلى 21.36 دولار للبرميل. وارتفعت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكية أكثر من 7% إلى 14.76 دولار للبرميل. قالت مجموعة العشرين إن مجموعة العمل للتجارة والاستثمار التابعة لها ناقشت في اجتماع افتراضي الإجراءات الطويلة والقصيرة الأجل التي يمكن أن تساعد في تخفيف أثار جائحة كوفيد-19 على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وناقشت أيضا تعزيز الاستثمار الدولي من أجل تسريع التعافي الاقتصادي من الجائحة، وركزت على تطوير إجراءات مقترحة لضمان التدفق المستمر للإمدادات والمعدات الطبية. أكدت منظمة الطيران المدني الدولي أن جائحة فيروس كورونا حملت قطاع النقل الجوي خسائر كثيرة، وبحلول سبتمبر المقبل قد ينخفض العدد الإجمالي للمسافرين على متن الرحلات الجوية الدولية بمقدار 1.2 مليار مسافر. وأعربت المنظمة عن توقعاتها بأن يكون الانخفاض الأكبر في عدد الركاب في أوروبا، مشيرة إلى أن القدرة الدولية لشركة الطيران قد تشهد بدورها انخفاضا كبيرا، مما سيؤدي إلى انخفاض إيرادات هذه الشركات بمقدار 160 مليار دولار. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى لزميلة ليلى لاستكمال بانوراما النيل. إليك ليلى. شكرا لك فاتن. ونتابع معكم ملفاتنا، حيث حذر برنامج الغذاء العالمي من أن التداعيات الاقتصادية الخطيرة لوباء كوفيد-19 قد تؤدي إلى تضاعف عدد المهددين بالمجاعة وإلى كارثة إنسانية على مستوى العالم. في محاولة للحد من تداعيات تفشي وباء كورونا، طالبت الأمم المتحدة بمساعدات إضافية بقيمة 350 مليون دولار لمواجهة مخاوف المجاعة التي يهدد شبحها عددا كبيرا من الدول الفقيرة خاصة في إفريقيا. برنامج الغذاء العالمي حذر من تأثير المجاعة على أكثر من 250 مليون شخص خاصة في المنطقة الواقعة جنوب حزام الصحراء في إفريقيا. في الصومال أضحت المساعدات الإنسانية لا غنى عنها للعديد من الأشخاص خاصة مع تفشي فيروس كورونا، ما دفع البرنامج إلى توسيع نطاق مساعداته، وبات يوفر تدريبات على استخدام التطبيقات الإلكترونية لتسجيل المساعدات المطلوبة كجزء من إجراءات التباعد الاجتماعي.
الغذاء الذي كنا نحصل عليه سابقا من المحال بات يسلم إلينا بالمنازل بواسطة السيارات. أنا سعيدة للغاية، لقد غير هذا من أشياء كثيرة بحياتنا، لذلك أشعر بالامتنان. وفي إثيوبيا أصبحت العاصمة أديس أبابا مركزا جويا لشحن الإمدادات الطبية لأكثر من 50 دولة إفريقية. The scale of this operation is... إن حجم تلك العملية أكبر بكثير من أي عمليات قمنا بها مسبقا. هذه عملية دولية تشمل 120 دولة. برنامج الغذاء العالمي يشرف على تسليم معدات طبية وصحية وإنسانية حول أرجاء المعمورة. لذلك قمنا بإنشاء جسر جوي من الصين وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط للعالم كله. كان برنامج الغذاء العالمي قد حذر من أن وباء كورونا يمكن أن يضاعف عدد من يعانون من المجاعة حول العالم، بما يصل إلى أكثر من ربع مليار شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بشكل خاص خلال العام الجاري. بانوراماني المستمرة ونتابع فيها أيضا، ولكن بعد الفاصل. تجار التمور في السعودية يشكون من تراجع المبيعات بسبب كورونا. عادة ما تملأ صناديق التمور رفوف المتاجر في السعودية، حيث يقبل الناس على تخزينها باعتبارها أحد السلع الاستهلاكية الرئيسية على موائد الشهر الكريم. لكن المبيعات تضررت بشدة هذا العام بسبب حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد ومنع التنقل بين المدن. في الأسابيع التي تسبق شهر رمضان الكريم، عادة تملأ صناديق التمور رفوف المتاجر في السعودية، حيث يقبل الناس على تخزين أحد السلع الرئيسية في شهر الصوم. لكن بعض تجار التمور يقولون إن إجراءات العزل العام التي تفرضها المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا هذا العام أدت إلى انخفاض كبير في مبيعاتهم. السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، من بين أكبر ثلاثة منتجين للتمور في العالم، وتعرف المنطقة المحيطة بمدينة بريدة ببساتين النخيل المقامة على مساحات شاسعة. ويفيد المركز الوطني للنخيل والتمور بأن أراضي المملكة فيها أكثر من 28.5 مليون شجرة نخيل. كما تقول وكالة الأنباء السعودية إن صادرات المملكة من التمور وصلت إلى 140 ألف طن عام 2017 بقيمة 700 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 187 مليون دولار. بالنسبة لموسم رمضان السنة دي، فأنت شايف الحال، شايف الوضع بتاعنا، شايف وضع البلاد، المرض المنتشر موقف الأمور كلها بتاعت البيع والشراء، موقف السوق، موقف شغلنا، ما في زباين تقدر تجينا من برا المنطقة بتاعتنا. فبالنسبة للسنة دي شغل التمر بالذات يعتبر خسارة كبيرة قوي. نسبة مبيعاتنا ما بتساويش حتى 5% من السنة الماضية. وعادة يشهد شهر رمضان أعلى معدل استهلاك للتمور خلال العام في السعودية، حيث إن الصائمين في المنطقة يتناولون التمر على الإفطار. احنا مقبلين على شهر الخير والبركة، وتعرف انه من فعاليات رمضان انه اشياء ضرورية في رمضان الإنسان اول ما بيبدأ إفطاره بالتمر. وطبعا ما شاء الله التمور انواع، والمملكة العربية السعودية تعتبر من أهم المناطق المنتجة للتمور. ويخشى التجار من أن ينتهي الأمر بتلف مخزونهم المتراكم من التمور المجففة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفاقم خسائرهم. وختاما تذكرة بأهم ما جاء في بانوراما نيل. مجلس الوزراء يبحث توقيتات حظر الحركة في رمضان والإعلان عنها خلال ساعات. الصين تعلن تقديم 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا بعد تعليق التمويل الأمريكي. أطباء باكستانيون يطالبون الحكومة بحظر صلوات الجماعة خلال رمضان، محذرين مما وصفوه بنتائج قاتلة لتفشي فيروس كورونا. ختام بانوراما نيل، المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.